مشاهدينا وين ما كنتوا بحييكم دايما عبر الـ MTV البرنامج الحل عنا. الأمن على السمع. بالأصل الخط الساخن تعودتوا عليه 112 بمتناول جميع المواطنين على كامل الأراضي اللبنانية، ولكن قوى الأمن الداخلي توجهت بالأمس إلى النساء في لبنان تحديدا للاتصال على هالرقم لطلب النجدة إذا تعرضوا للعنف الأسري. المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة إبراهيم بسبوس، مقدم جوزيف مسلم، وكل المتكلمين يلي حضروا مبارح إطلاق هذه الحملة وعدوا بأن أي متصلة ستجد من يسمعها بكل رحابة صدر، بل أكثر من ذلك رح يبعثوا دورية إن احتاج الأمر. من هيك بدي أقول ونحن كلنا بنستنكر العنف الأسري، ولكن للأسف الشديد موجود في بيئتنا في مجتمعنا. ما تترددي، ما تخافي، 112 أكيد بانتظار اتصالك، ولا يهمك يعني في ناس وراكب. مين المسؤول؟ دكتور فؤاد خوري، أهلا وسهلا فيك بالام تي في ببرنامج الحل عنا، رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة الصحية في زحلة، للبيئة والصحة في كل لبنان. صحيح. ولكن اهتمامك اليوم لإيجاد حل، ونحن لأنه برنامج اسمه الحل عنا، بعد ما سقط ضحايا عديدة على الأوتوستراد الطريق الدولية إذا بدي سميها من شتورة وصولا إلى أبلح، مرورا بهالمستديرات، وكلنا بنعرف في مؤسسات منهم جامعات، الجامعة اللبنانية، الضمان الاجتماعي، النافعة، يعني عم بيكونوا للأسف ضحايا حوادث السير. فاليوم أكيد من اهتماماتكم إيجاد حل بجسر للمشاة بمباركة متروبوليت زحلة للروم الكاثوليك المطران عصام درويش، اللي بدي وجه له تحية، ويلي بالأمس كان له وقفة بيئية كمان عند التشجير بولفار زحلة، واليوم نحن وياك عم نطل على حل، وحل عملي جدا. بداية هيك بدي بس أعرف من حضرتك الجمعية اليوم اهتماماتها، وليه أنتو مش الدولة، مش وزارة الأشغال، لأنه طريق دولية، شو دورها، شو دور بلدية زحلة كمان بالموضوع؟ بالواقع أنا بشكرك على استضافتك، وطبعا قلنا أنه هذه الأعمال عم نقوم فيها بزحلة، ومثل ما قلتي حضرتك طبعا الجمعية هي في كل لبنان الحاملة على المخابر 2017، ولكن المقر الرئيسي هو موجود بمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة. والفرزل طبعا، والفرزل نزيد والفرزل أنا صحيح الفرزل الفرزل وزحلة وزحلة. فمن خلال رعاية سيادة المطران، لأنه بالحقيقة لمن قررنا نحن كمجموعة مثقفين وخبراء في هذا المجال، لقينا أنه زحلة بحاجة، والبقاع أو لبنان بحاجة لأعمال بيئية مهمة جدا لإنعاش المجتمع اللبناني، ولا لحتى نقدر نحمي أبنائنا وأطفالنا من أي خطر، مساس بخطر. نعم. بحياتهم وبطريقتهم. فجينا قررنا ودرسنا المشروع مع سيدنا عصام درويش، قلنا له نحن بدنا ننشئ هذه الجمعية. كان شرطه أنه أنتوا فيكم الكفاءة، ولكن اثبتوا جدارتكم وأنا معكم. فعلا قدمنا يد المساعدة وعطانا لوكال مجاني، وهو دايما بتابع أعمال. هلأ البقاع وزحلة هن بحاجة لكتير أمور بيئية وإنمائية. هلأ سألتيني ليش نحن موضوع الجسر المشاة يلي سميتي على الأوتوستراد السريع، يلي لأنه سقط كتير من الضحايا، ضحايا ليس كل يوم. فقط طلاب، إنما أيضا مواطنين، مواطنين بيكون بالضمان عديد. بالنافعة في عدة مؤسسات هون بده يقطع الطريق لحتى ياخذ فان لينتقل من منطقة لمنطقة، إن كان باتجاه بعلبك أو بعكس باتجاه شتورة. فعم توقع حوادث كتير كبيرة، ونحن ألمنا هذا الموضوع. سألتيني سؤال وجيه، قلتيلي ليش مش الوزارات؟ لأنه طريق دولية، طريق دولية، ولكن بتنزلي على الوزارات. أنا نزلت على وزارة الأشغال وطلبتهم أنه إذا فينا نعمل جسر. إذا بدك تعملي جسر من خلال تنفيذ وزارة الأشغال بدك تنطري، بدك تسجلي. طلعت لقيت مسجلين عدد من الصورة مطلوب أنه ينعملوا، ومن ضمنهم جسر في أبلح. نعم. بس ناطرين ليجي التمويل ولا ده. ف
فكان عندنا نحن تحرك من خلال أرواح الناس ما بتنطر. صحيح أكيد. فكان عندنا تحرك نحن سريع بحيث أنه حكينا مع عدد من الأشخاص الفاعلين وأبدوا رغبة بأنه بس يصير المشروع حيز التنفيذ أنه يدعموه، لأنه بتعرفي كلفة مشروع مثل هيدا جسر في له مواصفات كتير دقيقة لسلامة المواطن طبعا، فكتار قرروا أنه يكونوا معنا، حتى أنه أطلقنا الصوت وفي عنا اتصالات مع جمعيات أخرى عالمية وكما منظمات وفعاليات داخلية كمان. صحيح نعم. أكيد يعني أنا بدي فرجي صورة الجسر اللي بده يصير. نعم هيدا هيدا هيدي الصورة نحن حقيقة طلبنا من مكتب المهندسين أنه يعملنا دراسة كاملة، هيدي الصورة مع دراسة الكلفة والمقاييس اللي يتمتع فيها هذا الجسر، بحيث إذا مثل منك عم تشوفي على الصورة هو بده يجي مسقوف لأنه مراعاة للشمس وللشتاء والثلج، منطقة لأنه كتير صعبة، حتى أنه على الأطراف ما عملها طريقة تسرب مياه إلى الخارج وليس إلى الداخل لحتى المواطن إذا عم بمر على الجسر ما ينأذى، كما وأنه منعا لأنه بتعرفي هذا أوتوستراد الهواء بيضرب من الجهتين في نوع من الإزاز يلي فليكسيبل، هذا الإزاز اللي عم نشوفه هون واللي عم يجي لحتى أنه يغطي المواطن يمرق بسلام. يمكن هذه الصورة بتبين أكثر الخريطة لما عم نشوف في دراج هيدي كمان. هيدي الرسم الهندسي إذا بدك القاعدي. نعم. القاعدي شمالا ويمينا هيدي بتيجي بيتون، هونيك بتيجي كلها حديد مع فليكسيبل مع الإسقوفية. طبعا بداخل هذا الجسر طبعا كمان رح يكون في إضاءة، لأنه بتعرفي بالليل إذا المارة إذا المواطنين عم بمروا ممكن يصير أعمال سلب أعمال نعم. تشليح. طبعا رح نطلب كمان من شركة كهرباء زحلي وما بتتردد أنه أكيد نوجه له تحية للمهندس أسعد نكت. إيه صحيح أكيد صديقنا، ولكن وأكيد رح تكون ولكن مش الفضل مغطية. الفضل ما رح يكون يعني رح يكون الزجاج يعني طبعًا. عاكس طبعا نعم. وبعود الفضل لكل هيدي مشاريعنا هون، ما بدي انسى رئيس بلدية زحلي المعلقة الأستاذ جوزيف معلوف. نعم. لأنه المهندس جوزيف معلوف وبلدية زحلي دوما ما في أي مشروع نحن نطرحه كجمعية، لأنه نحن جمعية لا نبغي الربح وما عندنا أي مساعدات إلا بالأعمال والمشاريع. نعم. اللي ممكن نقدمها. دكتور خوري اليوم صار موجود الجسر، الخريطة موجودة، التخطيط موجود، ناقص التمويل وإعطاء إشارة البدء بال صحيح. في عنا اتصالات وفي عنا وعود إن شاء الله بأقرب فرصة رح نقدر. قديش الكلفة الإجمالية؟ يعني بدك تقولي في عندك أكلف بحدود $100,000 $150,000 يعني هون يلي راغب بيقدر يتواصل طبعا معكم. أكيد إذا بدك على الجمعية فينا نحن مكتبنا بالمطرانية وفي أرقام بتحب تعطيها على الهواء؟ إذا بدك في عندك أرقام، لأنه عم ناخد أرقام جوالي. نعم. 71 نعم 90 نعم 12 نعم وعندك 03 نعم 86 76 16 03 نعم 915 302. أوكي. فبالواقع نحن بحاجه انه نعمل هالمشروع. هلا نحن وين دور البلديه؟ رئيس البلديه بالواقع قال هو بيقدر يعمل كل التامينات اللازمه، ورح يكون الطلب طبعا من خلال البلديه، لانه البلديه رح تساعدنا بتنفيذ وتطبيق كل هالامور. يعني الجمعيه بالتعاون مع البلديه للحاله الملحه. نعم. نسبه للحاله الملحه، وهون رئيس البلديه واعضاء مجلس البلديه مش عم بيقصروا. دكتور خوري ناطرين يصير عندكم كامل مبلغ او مبلغ تقدروا تبلشوا فيه؟ ولا انا ما فينا ننطر. فينا نبلش من ضمن نحط القواعد الاساسيه طبعا، بس نحن سريعين بهذا الاتجاه. في عنا وعود بانه نتمم المشروع من منظمات
عالمية وفاعلين شخصيات في الداخل. نحن حبينا اليوم نبلش حلقتنا بحل تمام، وهيدا حل يعني ينقذ أرواح عديدة. الحل الطبيعي نحن رايحين باتجاه هذا الحل لأنه نحن مؤمنين، علما أنه الجمعية في كتير أمور صارت، وطبعا حتى من محطتكم حكوا عن نهر البردوني والأوسخ، يعني كمان نحن الجمعية قامت بتنظيف النهر من العوالق ومعالجة. هلا حاليا شجرت ونحن على أبواب أعياد كمان، ونحن مبارح كنا بإطلاق مشروع التشجير ونحن من الداعمين والمساعدين، كما وأنه من أسبوع تقريبا كان في عنا مؤتمر صحفي للجمعية لأنه في جهل عارم عند المواطنين بموضوع البيئة، لأنه بيعتبروا البيئة لا شيء، علما أن البيئة هي الأساس، أكيد هي أم الوزارات، صحيح، هي عصب الحياة السياسي والاجتماعي. فنحن طرحنا بمؤتمر صحفي من طلبنا معالي وزير التربية إدراج مادة البيئة على التعليم الأساسي كمادة أساسية، وبيصير عليها امتحانات رسمية لوضع علامات للنجاح والسقوط. دكتور فؤاد خوري بدي أشكر حضورك معنا اليوم، بدي لكم بارك عملكم، وإن شاء الله كتار يمدوا إيدهم يعني لإنقاذ هالأرواح، وحتى الطالب يوصل بأمان ويرجع بأمان، وأي مواطن عم يعمل عمله كمان يكون بأمان. نحن بنشكر الام تي في لأنه الام تي في دايما سباقة دايما بتضوي على المشاكل وعلى الحلول، لحتى عم تواكب المواطن لحتى تحميه بكل المجالات اللي يتعرض لخطر. شكرا لك ولحضورك معنا. بذكركم مشاهدينا فيكم تتصلوا على 71-901-212-038-67616 و03-915-302. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، اتصالاتكم مشاهدين على 0444444. الو تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. عندي مشكلة كتير كبيرة وإن شاء الله بلاقي الحل. إن شاء الله. قليلي. في بناية حد ساكن فيها شخص اسمه جوزيف صهيون. نعم. بضل فالت المجرور، أنا بيتي طابق أرضي ومحاوطة بالمجارير، بس هيدا الزلمة بيفلتها ليل نهار. بأي منطقة؟ بمستيطة شارع كفار كلاس. بعتنا حكينا مع رئيس البلدية، بعت لي عضو البلدية، اجى لعندي على البيت ما قدر قعد. صرنا نتلفن وعدوني خير، صرت تلفن لرئيس البلدية اسمه بولس القصيفي. نعم. ما عاد يرد علي. طيب. ما عاد يرد. مش هون الموضوع، لما اجى عضو البلدية يعني انذره حكي طلب منه على اساس انه بده يسكر له جورته بالباتون. نعم. وبده يلاقي حل ومعه مش طريقة. من اي متى هي؟ هيدي من شي 3 جماع. طيب خلينا نحن نحكي مع البلدية نشوف شو قدرة تعمل البلدية، لأنه بتعرفي إذا شي خاص يعني البلدية بتحكي يعني لازم يعملها صاحب الملك أو المعنى بالموضوع، عرفتي؟ خليني أشوف مع البلدية شو وصلوا معه أو حكيوا ولا لا، ونرجع نتواصل معك. بفهمك، بعرف إنه هيدي شغلة منا صحية إطلاقا، لا علي ولا عليك يعني بالنتيجة. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو تفضلي. وحيتك، انا مواطن من الشمال. يا هلا فيكي، من وين بالشمال؟ جوزي قبرك متقاعد. نعم. ونحن وعنده ادويه مداومه 400-500 ألف بالشهر. نعم. ومنقدم الفواتير مننطرنا سنه وسنتين لتجينا على الضمان. طيب اذا كان معاشه 800-900 شو بده يلحق الواحد لحتى يجي مساعده ورا مساعده؟ هيدي بالضمان عم تحكي حضرتك؟ لا، جمرك. ايه بقى. قوى امن. قوى امن، اوكي. في تاخير يعني كل سنه وسنتين تتجينا المساعده. نعم. يعني طيب معاشه بيحطوا كل شهر وبعدين مشكله، خصوصا انه اذا واحد بده ياخذ دواء باستمرار يعني دائما بده يدفع تيرجع يحصل بعد سنه وسنتين، يعني مشكله كبيره. عندك حق. هلا ما بعرف اذا شغله مربوطه بالموازنه او بقله العديد الناس يعني اللي بتشتغل بدوائرهم، بدي اسال بالموضوع. بفهم انه اكيد دائما بده يكون معك كاش لما تامن الدواء، ولكن حتى تحصليهم 3 سنين كثير. كمان اتصال. الو. اهلا. بونجور. بونجور. كيفك مدام ربيكا؟ نشكر الله.
ماشي الحال؟ نعم. أنا عم بحكيكي من ذوق مصباح. يا أهلا فيك. بحي المطبات. حي ليش في مطبات كتير هونيك؟ إيه حي المطبات في رجار للمية الشتاء. نعم. وهيدا مزمن ودايرين عليه كل شيء، في مجرير وكبينا فيه وبيمرق بهالحي، لا ريح الريحة يعني شيء مش معقول. ولازم انتقالوا حل، في حي كبير وعالم وكل ما مرق واحد، وحتى تتأكدوا انتو خدوا الكاميرا وصوروا وسألوا العالم وشوفوا شو عم بيصير. هلأ سؤالي لك، حي المطبات اسمه حي المطبات يعني اسمه حي تاني؟ لا اسمه حي المطبات بذوق مصباح. اسمه حي المطبات. ايه طيب تقول لك شغلة، اخذنا كتير كاميرايات على ذوق مصباح وصورنا وبينا أمور بيئية من مجارير من صرف صحي من مطبات، ولكن لا حياة لمن تنادي لدى البلدية. أنا ما بفقد أمل ودايما بحكي ورح ضمني أحكي ووصل صوتكم، ولكن ما تنتظر حل من رئيس بلدية آخر همه يحل مواضيع الناس خصوصا البيئية والصحية. بكل بساطة وتجرد عم قلك إياها، نحن رح نعمل جهدنا وأكيد رح يوصلوا له شو قلت، ولكن بتمنى يتحدينا شي مرة ويخدم الناس بحي المطبات. بتمنى إنه المجارير يكون إلى حل لأنه الناس مش قادرة تقعد بالريحة، وبعدين مش هيدي صورة الذوق المشرقة يلي فيها جامعات وفيها فعاليات وفيها أديرة وفيها ناس بحقلن يعيشوا بكرامتهم ويعيشوا كمان ببيئة سليمة وصحية. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو تفضل. بونجور مدام. بونجور. أنا مهندس كهرباء مقدم على شركة كهرباء لبنان. إيه. إيه وصار لنا نتيجة طالعة من نيسان الماضي. أوف. نعم. هلا في حدا حكيكي من جمعتين وقلت له رح تسألي عن الموضوع. حكيوني مش عن الكهرباء، حكيوني عن المياه الجنوبي. جنوب. الكهرباء حكيوني من فترة أكثر من هيك. سؤالي أنتم ما أخذوا حدا منكم ما هيك؟ لا بعد ما أخذوا حدا. أوكي. دكر اكيد رح نسال. يعني هون مؤسف انه بتقدموا بطريقه من خلال خدمه مدنيه بتنجحوا بيبقوا مستقتلين تيعملوا الامتحان وتطلع النتائج، وبتطلع النتيجه وبتشوفوها بتبقوا ناطرين لا عارفين حالكم رح يوظفوكم واي متى. طب لمن بيكونوا طالبين يعني بالحاح؟ ما بعرف ليه التاخير. اتصال كمان. الو ما بعرف ليه التاخير. تفضل مدام. مين معي؟ ألو. ايه تفضل مسيو. بتوطي صوت التلفزيون لانه عم بسمع صوتي. الو تفضل مسيو. فتنا نحن بحي البقار. حي البقار. نعم. نحن حي البقار منطقه البقار طرابلس. اوكي. عندنا البلديه مهمله جدا جدا يعني لدرجه ما تتصوري. من اي ناحيه طالب هلا شيء من البلديه؟ شو طالب منهم؟ في مجرير المنطقة ضلينا من قبل عيد نحكي لنظفوهم، هلا لحديت هلا الزبالة موجودة بالمنطقة وما حدا بيشيلها. اوكي. غير زبالة اللباجات، في عنا مساحات يعني شاسعة مثل يعني بين البنايات هي أراضي معمولة، يعني منا في شيء ممتلك وفي شيء للدولة. يعني هي طب فيها زبالة كثير عم تلم جرادين عم تلم أكيد عم تلم أكيد بروار. يعني إن كانت للدولة أو الملك خاص في ناس ساكنة هونيك مفروض تسكن ببيئة سليمة، يعني هيدي ما إلها علاقة. رح نحكي رئيس البلدية، سجلتها عندي. كمان اتصال. ألو ألو تفضلي. ألو بونجور. بونجور كيفك دمار؟ الحمد لله. تفضلي. إيه بليز تحكيكي بموضوع الجمارك. إيه كمان انتم مقدمين وما اخذوكم؟ 25 كانون الثاني مصير على قد مهله السنتين. سنتين انه ناجحين وقاعدين ببيوتكم. ايه اول شيء يحكي لما بلشنا نراجع بالموضوع صاروا يحكوا انه وزير الماليه ما بده ايانا انه اكثريتنا بنات. بيرجعوا لما ارجع راجعهم بالجمارك بيرجعوا بيقولوا لي لا حقكم محفوظ وما رح نهتم بمهله السنتين ورح ناخذكم وعنا نقص كثير، بس ما بنعرف اي متى وما بنعرف اذا بناخذ بس 60 علما انه النقص 135. وكل مره حدا بيقول جواب بقول، وفي ناس بيقولوا انه حيلغوها تما ياخذوا اكثريتنا بنات ما بيناسبهم بنات على الحدود، ف
فما يعني بالأي طيب أنا هون بالآخر وين بدهم يوصلوا؟ أنا كنت بدي أسألهم كانوا حددوا إنه للذكور فقط وليس للإناث، يعني بكل بساطة ما كناش تعذبنا ورحنا كستات. وهن معروف لما يعملوا شيء بالكفاءة بالمبدأ دائما حينجحوا البنات أكثر، مش أو ليك؟ ما ينفعوا إنه ينجحوا الذكور أكثر أو ليه؟ لا إجمالا صراحة ما فيهم يقولوا يعني إنه يحددوا يحددوا انه اذا للذكور او للاناث، يحددوا بكل بساطه يعني ما حدا راح يروح اذا مش طالبينه، انما اذا مطلوب ذكور واناث بدهم يحترموا اكيد، لانه الدستور ما بيفرق بين المواطنين ان كانوا ذكور او اناث. ان شاء الله خير، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. الو، يعطيك العافيه. يا اهلا فيك، تفضل. انا بحكيكي من عكار من دير دلوم. يا هلا فيك، اهلا فيك. اي زولم 20. نعم، أنا عندي شوي هيك صعوبة بأسامي المناطق، لأنه صراحة صحيح أنا من لبنان بس بتعرف عليا من خلالكم، من هيك مريت بشدد رجعوا قالوا لي اسم الضيعة. تفضل، شو عندك بالمنطقة؟ نحن المنطقة هون في عنا ري زراعي، يعني هي مثل عبارة عن مجرى مي مشان يصفوا فيه الزرع. نعم، لكن هذا للأسف صاير مشكلة بيئية خطيرة جدا. شو ولا وهي؟ يعني تحول يعني مجارير بالعربي، مش بره كان مجرى مي بيسقوا منه الزرع صار مجارير. بتجي من وين؟ يعني للاسف المواطنين مخالفات وتعديات عليه. مخالفات تحول المجارير عليه. في بلديه بالمنطقه عندكم؟ طبعا في بلديه واشتكوا لها كذا مره، يعني ما في اي تجاوب. اف، ارجع قل لي اسم المنطقه. اسمها دير دلوم. دير دلول، اوكي. بعكار. اوكي. اهلا فيك. على كل حال عنا الرقم نرجع نتصل فيكم. كمان اتصال. بدنا ننتقل يمكن لخبر جديد.